من اكتر المواقف اللي ممكن بتخلي الواحد فينا يتنرفز جدا ويحس ان هو يعني تم خداعه بشكل غير لائق، لما يدفع فلوس في حاجة او يشتري حاجة على انها حاجة غالية وثمينة وماركة مثلا اصلية، وبعدين يكتشف ان دي متقلدة وانها مش هي الاصل، وانها مجرد محاولة تقليد لهذا الاصل بصورة حتى مش قريبة قوي للاصل ده. ممكن حد يتعرض حاجة زي كده لما يكون مثلا من هواة جمع الصور، لو حد بقى يعني عنده هواية فيها ترف زيادة، او حد مقتدر وغني وكده وبيجمع مثلا لوح ويحس انه عايز يشتري لوحة، ودي اللوحة الفلانية اللي رسمها الرسام الفلاني المشهور، وبالتالي قيمتها غالية جدا بتصل الى ملايين دولارات، وممكن قوي ناس تزيف هذه اللوح، تزيف الفلوس، تزيف الساعات، تزيف الأجهزة الكهربائية، أي شيء عشان ما يكونش الأصل لكن يكون مجرد الصورة. وللأسف أنه الحكاية دي حصلت فينا إحنا البني أدمين البشر، إحنا معمولين على أساس أن نكون صورة طبق الأصل. معرفش في حد مننا يفتكر زمان قبل اختراع الماكينات التصوير، كان لا يجب انه لو حاجة حكومية او هتعتمد او حاجة زي كده يجوا بقى 2 موظفين يمضوا وختم ان دي صورة طبق الاصل، وإلا ما تعتمدش ويبقى لازم الاصل. فالصورة طبق الأصل اللي الإنسان اتعمل عليها بيكلمنا عنها الكتاب المقدس في سفر التكوين أصحاح 1 وعدد 27، لما بيقول: فخلق الله الإنسان على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. أي أن في خلق الله للإنسان خلق كل نوع الإنسان عبر العصور والأجيال من الذكور والإناث على صورة الله. على صورة الله مش يعني ربنا شبهنا كده ليه ايدين وعينين وبق، لكن بنتكلم هنا على الأصل الجوهر. على صورة الله خلقهم، في صورة البر، في صورة قداسة الحق، في صورة الاستقامة، في صورة الحب لأن الله محبة، في كل الصور الإيجابية والثمينة والغالية والعظيمة أصل. لكن للأسف إن الإنسان تدهورت حالته بسبب الخطية وأصبح مجرد مسخ، مجرد صورة مش طبق الأصل ولا حتى شبه الأصل، لكن أحيانا بتكون صورة ضد الأصل، عكس اللي كان يقصده ربنا وعكس اللي ربنا خلقه عليه. وعشان كده النهاردة نفسنا نتأمل في الفكرة دي، احنا رجعنا تاني للأصل اللي ربنا خلقنا علشانه، ولا لسه في الصورة الضيعة المسخة اللي كنا بنتكلم عنها دي. موقف طريف جدا حصل بين الرب يسوع ليه كل المجد وبين الناس اللي كانت عايشة في أيامه، لما ابتدى يتكلم عن إزاي الإنسان يجب أن يكون في طهارة وفي قداسة، ولما يتزوج يتزوج بإخلاص وبحب وبارتباط، ويكون ما فيش أي تفكير في فكرة الانفصال، ويكون الاثنين جسد واحد. يعني اللي قالوا الناس دول استغربوا كده وقعدوا يقولوا له: طيب إذا كان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مظبوط، طب أمال إيه اللي كان بيحصل وقت موسى؟ لأن إحنا عارفين إن موسى أذن أن يعطى كتاب طلاق، يعني سمح بموضوع الطلاق،
مال انت جاي النهاردة تقول الكلام ده؟ ايه التفسير؟ ايه السر؟ فقال لهم جملة مهمة جدا، قال لهم في انجيل متى اصحاح 19 وعدد 8، قال لهم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. خلوا بالكم معايا في الكلمة دي لانها مهمة جدا. من البدء الاصل لم يكن هكذا، دي صورة ممسوخة سببها قساوة قلوبكم، ادت اليها قساوة قلوبكم، لكن ده مش معناه ان ده اللي ربنا عايزه، مش معناه ان ده اللي ربنا خلق الانسان عشانه. وده نموذج واحد من الصور الكتيرة اللي اصبحت مش زي الاصل واصبحت عكس الاصل. صورة واحدة، صورة والعلاقة بين الذكر والأنثى اللي الله خلقهم في قضية الزواج مثلا، وهي قضية واحدة، إن الأصل اللي ربنا خلقه ست مع بعض وإلى الأبد، ولا تفكير في الانفصال، ويعيشوا الحب اللي ربنا حطه فيهم، يعيشوا التضحية اللي ربنا حطتها فيهم، يعيشوا الغفران اللي ربنا حطها فيهم، إلى آخر الكلام ده كله. لو عاشوا ده يقدروا يعيشوا بصورة رائعة جدا وعظيمة الأصل اللي ربنا خلقنا عليه. لكن مع الزمن ومع الخطية ومع الغش ومع الخداع ومع الشهوة ومع الرغبة في الانتقام ومع عدم التفاهم ومع عدم التواصل، أصبح طبيعي تبقى في صورة مش طبق الأصل، سيئة ممسوخة، تترك أثار سلبية جدا على الاثنين اللي بيتطلقوا وعلى ولادهم وعلى أصدقائهم وعلى كل المجتمع. والفكرة كلها في الصورة اللي ما بقتش طبق الأصل. تعالوا نروح مع بعض ونفكر سوا، يا ترى إيه اللي بيخلي الأصل أفضل؟ ليه أنا بدعو حضراتكم النهاردة أن نفكر مع بعض يا ترى الحياة اللي إحنا عايشينها هي الأصل اللي قصده ربنا لينا، ولا الصورة المسخة اللي جات لنا من وسائل مختلفة هنتكلم عنها برضو النهاردة؟ تعالوا نشوف ليه الأصل أفضل. أول سبب الأصل أفضل عشانه، علشان الأصل دايما بيؤكد على العميق في مقابل السطحي. الأصل عميق، لو حاجة معمولة بطريقة أصلية بيتم دراستها بشكل جيد، بتاخد عمق في هذه الدراسة، بتاخد عمق في الوقت، عمق في العمل، مجهود عميق. لكن الصورة سطحية سريعة التأثر. أنا عايز أفكركم بالمثل الزارع اللي مننا ممكن يكون سمع عنه. هو عموما كان مثل ضرب الرب يسوع عن كلمة ربنا، وقال كلمة ربنا دي عاملة زي البذور اللي بتخرج الزارع عشان يزرعها، فابتدى يحط البذور، جه بعض على أنواع مختلفة من الأراضي، وبعدين جه تكلم على نوع معين من البذور وقال كده في إنجيل متى أصحاح 13 وعدد 6، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف. مفيش عمق. لكن الناس اللي تعيش لربنا، واللي مثلا في ملوك الثاني أصحاح 19 وعدد 30 نلاقي تعبير جميل بيوضح الفكرة بتاعتهم، بيقول يعود الناجون من بيت يهوذا الباقون يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرا إلى ما فوق. لكن اللي ملوش أصل يجف مع الشمس، ما يلحقش يصنع ثمر. فده أول فرق يخلي الأصل أحسن لينا نرجع نعيش ليه، لأن لو عشنا الصورة اللي هي مش طبق الأصل هيبقى شكلنا إيه؟ هيبقى شكلنا حياة غير مثمرة، حياة سطحية، هتبقى حياتنا باختصار تافهة لا معنى لها ولا قيمة لها ولا عمق لها.
التانية اللي علشانها الأصل مهم، إن الأصل يعتبر هو الأساسي في مقابل الفرعي. يعني أوقات كتير أو تبقى في قضية رئيسية بتتفرع منها قضايا أقل كتير جدا في الأهمية. الناس في طريقة تناولهم للأمور ما عندهمش الحكمة الكفاية إن ياخدوا القضايا الأساسية ويهتموا بيها في بينصرفوا عن القضايا الأساسية دي وبيشغلوا حياتهم وطريقة تفكيرهم وحتى تحليلهم وأمورهم. والكلام ده بنلاقيه في العمل، بنلاقيه في الدراسة، بنلاقيه في حاجات كتير قوي، إن الناس تهتم بأمور فرعية فلا تساعدهم هذه الأمور الفرعية على التعامل مع القضايا الرئيسية في حياتهم. في رسالة الرسول بولس إلى أهل روميا أصحاح 11 وعدد 16 كان بيقول لهم إن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. يعني الأصل هو الأساس والأغصان هي الفرع، فعشان تشتغل بشكل مظبوط يبقى أنت تشتغل على الأصل، وكل الفروع اللي هتتفرع منه بالطبيعة هتكون زي هذا الأصل. أوقات كتيرة قوي إحنا نترك الأصل، نترك حياتنا في الصورة اللي هي مش طبق الأصل، اللي هي اتفقنا أن أحيانا بتكون ضد الأصل، وبعدين نتعامل مع بعض القضايا الفرعية انه انا عايز ابطل كذا او عايز ابقى افضل في الحاجة الفلانية. طب انت الاصل نفسه غير مقدس، الصورة ما هياش تبقى الاصل اصلا، فانت محتاج انه تفكر في الامر بشكل مختلف. انا عايز اصلح الاصل، عايز ارجع انا للصورة اللي ربنا خلقني عليها، وطبيعي بعد كده الأغصان تبقى مقدسة، إن الأمور الفرعية التانية في حياتي تتاخد بأهمية مختلفة ووجهة نظر مختلفة. حاجة تالتة ومهمة وأخيرة بتخلينا نحب الأصل ونعتبر إن الأصل أفضل من الصورة أو من التقليد، واللي علشانها يمكن كل الناس بتنزعج زي ما قلت في بداية كلامنا مع بعض، لما تدفع فلوس في حاجة وتطلع مجرد تقليد، أن الأصل هو الثمين والصورة أو التقليد هو المخشوش، هو عديم القيمة، هو الشيء الذي لا قيمة له. لو أنت رحت على لوحة مشهورة جداً، اللوحة المشهورة جدا بتصبح بتكتسب قيمتها اللي بالملايين بسبب ان هي اللوحة الأصلية اللي تمت بالألوان الأصلية واللي تمت بالخامات الأصلية واللي تمت واهم شيء فيها بالرسام الأصلي. لكن اذا جه رسام آخر ليس هو الأصلي وحاول انه يستخدم خامات أخرى وألوان أخرى ويطلع لك لوحة بيحاول يكون فيها حتى لو شبه كبير قوي من الأصل، لكنها لا يمكن أن تكتسب قيمة اللوحة الأصلية. وده اللي حصل فينا بالظبط، قيمتنا وإحنا مخلوقين على صورة الرب وشبهه غالية جدا، عظيمة جدا في نظر ربنا. الواحد المعمول بالشكل ده أعظم وأقيم من العالم كله، وحتى لما يكون الشخص ده غني جدا الرب يسوع يقول متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. القيمة مش في فلوسك، القيمة إنك مصنوع أصلي على صورة الرب. لكن الفكرة لما نتغش بقى، لما نبقى يتلعب فينا ونبقى مجرد تقليد ومجرد صورة مسخة لهذا الأصل العظيم والمقدس، إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان نبقى بلا قيمة وبلا فاعلية، لان مش ايدين الرسام الاصلي هي اللي عملتنا، والخامات الاصلية اللي اتعملت مش هي اللي موجودة دلوقتي. تعالوا شوف ازاي في مراثي ارميا بينعي الشعب لما تحول عن الاصل وعاش الصورة الهزيلة. استخدم تعبيرات مهمة قوي لما قال في مراثي ارميا اصحاح 4 وعدد 1 كيف اكدر الذهب تغير الابريز الجيد.
الإبريز هو أنقى أنواع الذهب، الإبريز هو الذهب المنقى الجيد جدا. بيقول الذهب ده مفروض قيمته فيه يبقى التست بتاعه ايه، الاختبار بتاعه ايه، انه مع الايام مع التعرض لعوامل مختلفة يبقى نقيا ولا يكدر. لكن انا لو اشتريت خاتم على انه ذهب وبعد فترة صدى يبقى ده ما كانش اصلي. فهو بيقول انا شايف قدام عيني اللي بيقولوا عليه ذهب بيتغير بيكدر. بيقول ان هالت حجارة القدس في رأس كل شارع، بنوا صهيون الكرماء الموزونون بالذهب النقي كيف حسبوا أبريق خزف. يعني العملية بقت واضح جدا ان القيمة ضاعت، ان الغلو راح، ما بقتش الحاجة أصلية. وعلشان كده مهم جدا ان احنا نرجع تاني مرة تانية للأصل، لان هو ده اللي فيه قيمة حياتنا، لان هو ده اللي فيه معنى حياتنا. ودي الثلاث حاجات اللي علشانها الله عايزنا نعيش الأصل، لأنه عارف إن إحنا الأصل ده هو الأفضل جدا لحياتنا. بيقول الله انه هو ده الافضل جدا لحياتنا، لان هو اللي خلقنا، هو اللي عرفنا، هو اللي عملنا. وعايز افكركم بكلمات جميلة قالها الكتاب المقدس عن ربنا وسجلها في تكوين 1:13: رأى الله كل ما عمله فاذا هو حسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. يوم خلق الإنسان شاف إن هذه الخليقة جيدة للغاية، قيمة للغاية. إحنا محتاجين نرجع للأصل. طب علشان يعني دايما بيقولوا إذا عرف السبب بطل العجب. إيه اللي ضيع الأصل مننا؟ إيه اللي ضيع الأصل مننا؟ الخطية طبعا، لأن الخطية فيها سقوط، فيها انفصال عن الله، فيها انفصال عن مصدر حياتنا، عن مصدر الجودة، عن أصل الأصل، عن العمل الأصل. وبالتالي أي حاجة نحاول نبحث عنها حتى لو شكلها جيد وإحنا منفصلين عن هذا الإله هي مخشوشة، هي بلا قيمة. فكم وكم لما يكون شكلها رديء ومليان خطايا وشهوات، طبيعي هذه الخطية بتبعدنا بشكل كبير قوي عن الأصل. العالم والمبادئ والأفكار اللي موجودة فيه طبعا. بيقول الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس وأصحاح 2 أعداد من 1-3: الذين كنا قبلا بينهم وتصرفنا زيهم، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، العالم اللي حوالينا بيقول لنا رسائل مغلوطة عن كيف نتصرف وكيف نحيا وكيف نعيش، وبالتالي بيشوه الأصل اللي موجود جوانا. فالخطية، العالم، أهلنا، المبادئ اللي تربينا عليها، العادات، التقاليد، كل دي منافذ بتشوه الأصل فينا. لكن نحن نحتاج أن نعود إلى الأصل. إذا كانت الحاجات دي كلها هي سبب الصورة اللي تشوهت وبعدتنا عن الأصل، فكيف نعود إلى الأصل؟ الكتاب المقدس بيقول لنا أنه الأصل بنلاقيه في كلمة الله، الكلمة المكتوبة، لأن هي دي اللي تدينا فكر ربنا. لما لو عايز تعرف افكار شخص، ايه الحاجات اللي هو بيؤمن بيها، ايه الحاجات اللي بيفكر فيها، عليك تقرا كتبه، عليك تقعد تسمع محاضراته، عليك تقعد تحكي معاه وتناقشه. فكلما نناقش الله، كلما نفهم الله، كلما ندرس كلمته، بيقول الكتاب المقدس الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه. يعني هيعمل ايه؟ حياة جديدة، يخلقنا من جديد، يرجع يخلق فينا الأصل من جديد. فسواء الكلمة المكتوبة اللي هو الكتاب المقدس أو الكلمة المتجسدة
في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، اللي هو شخص يسوع المسيح. لأنه إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة، كل الحاجات اللي بتاعت الصور المغلوطة دي قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أرجع تاني للصورة اللي ربنا خلقني عليها، على بره وعلى قداسة الحق. لو عايزين نرجع للحق، حاجتين مهمين نعملهم لو عايزين نرجع للأصل. أول حاجة نقبل عمل المسيح اللي عمله لأجلنا، ونقول له يا رب تعالى جوانا، اخلق فينا هذه الحياة الجديدة. والحاجة التانية نحفظ أنفسنا من المداخل المختلفة اللي ترجع ممكن تشوه الصورة من جديد. الخطية، العالم، الأفكار الشريرة، المبادئ اللي منتشرة حوالينا، لازم كلها أمتحنها في ضوء مبادئ العالم وأفكار العالم، عشان نعيش الأصل اللي هو عميق واللي هو قيم واللي هو أفضل لينا جميعا.